ديال غد ديال المنتخب المغربي كتجيني غادي تكون مباراه زوينه ديال الكابو، لان الكابو ماشي فرقه اللي سهله، فرقه عاد شي عندها لعابه كبار وعندها تاريخ شي كبير، والبلا اللي دار ديال فياش راه ضروري كان خاصو يحط روحو شي لاعب اساسي، فهمتي؟ لان الفرق كيهز الفرقه وكيعاون الفرقه باش دير شحال من حاجه، وكيعاون بزاف بزاف الادوار هجوميه، كيساهم في شحال ديال البيوشه، وخاصناش نبداو خيرو لانه لاعب كان شحال من ماتش كيلعب لاعب اساسي، وكان كيعطي فارق كبير في النتيجه ديال اي مباراه كان كيدخل فيها، ومن سوس كاس العالم عاوتاني اللي عطى بزاف ديال الاضافات للمنتخب المغربي، بحال البيت ضد بلجيكا كان هو كل هو المساند الوحيد للمنتخب باش يوصل لديك المرشله في كاس العالم. ان شاء الله الرباح مربوح، ان شاء الله والدك راك يجيب جديد، ان شاء الله تكون مربوحه ونفرحوا كلنا الفرحه ان شاء الله، ان شاء الله يكعد كاس افريقيا في المغرب ونظموا مزيان ان شاء الله، وديما المنتخب الوطني فيه تابعين حنايا الرايه الحمراء، وديما عاش محمد السادس وعاش الصحراء المغربيه كيلا مزيان، ان شاء الله خاصهم يلعبوا ويربحوا 2-0 مزيان 2-0 ان شاء الله تكون مربوحه ان شاء الله، ونفرحوا فرحه كبيره مع المنتخب ووالد الركراكي غادي مزيان ان شاء الله. زياد خاصو يكون خلا فيها والد الركراكي، زياد تيلعب تاهو تيماركي في قطر لعب مزيان ومارك البيوت، خاصو يعيط عليه مزيان، وخاصنا نشوفو تاهو هو سميتو حكيمي ولا سميتو نصيري ولا كلشي اللعابة خاصهم يلعبو مزيان، ولا إن شاء الله تكون مربوحة وعاش محمد السادس والصحراء المغربية. مباراة الغد إن شاء الله المنتخب الوطني المغربي مع منتخب الكابون في الكابون، مباراة تكون قوية وإن شاء الله تكون لا فيكتوار ليكيب ناسيونال، لأن المنتخب الوطني منتخب كبير مدجج بلاعبين كبار نجوم عالميين، يعني حنا ما كاينش العاطفه في البارك ديالنا قوي، ان شاء الله النتيجه واعده ان شاء الله. حنا كنفكروا في لاكار، عندنا دراري صغار ولاعب وكبار في الاداء ديالهم، ان شاء الله يكون لا فيكتوار بغينا نجيبوا لنا هاد لاكار هذا ما تزكلش هاد العام ان شاء الله، عاد نفكروا في كاس العالم ان شاء الله، وبون شونس بون كوراج ليكيب ناسيونال ان شاء الله.